المهم في الفترات الطويلة هذه يا أخي أنا أطفش طفش. إيش أسوي يا أخي؟ تعال أنت إيش عندك؟ سلايم. سلايم؟ إيش السلايم هذا؟ إيش جيب الديني؟ ما في انقلع يا أبوي. الديني السلايم بعشرة ريال. عشرة ريال؟ ليه عشرة ريال؟ إن شاء الله يبوي سر انقلع لا أشوف وجهك مرة ثانية. إيه ده طفش خلاص. طيب جيب خذ عشرة ريال. طبعا هذه